يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية على دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث انطلق في شهر مارس من عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية. في ظل الجمهورية الجديدة، هناك إرادة سياسية داعمة للعمل الأهلي تريد أن تحرره من أي قيود إدارية، ليظل دور الجهة الإدارية دوراً تنظيمياً فقط للعمل الأهلي. من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني، والتي نشأت بشكل طوعي من خلال حوار مجتمعي موسع، أكد على وجود ظهير داعم لهذه التجربة من كل أطراف العمل الأهلي في مصر. التحالف الذي انطلق في مارس 2022 يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بإجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع. التحالف الوطني للعمل الأهلي يتواجد في 27 محافظة، بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية. وخلال عام 2022 بلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها التحالف نحو 30 مليون مواطن، حيث قدم التحالف خدمات طبية متقدمة وأولية، معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية. كذلك تم تقديم مساعدات اجتماعية لنحو 20 مليون مواطن، تنوعت ما بين رعاية أيتام، تجهيزات الزواج للفتيات، فك كربي، غارمات. كل ذلك جاء من خلال تمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة، بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية ب 160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني. وخلال العام الجاري تم تقديم دعم نقدي شهري ل 400 ألف أسرة بإجمالي 1,300,000,000 جنيه، ودعم نقدي موسمي لعدد 1,000,000 أسرة بإجمالي 600 مليون جنيه. وفيما يخص حملة كتف في كتف، تم تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم أضاحي بالمجان بإجمالي 30 ألف رأس بتكلفة بلغت 1,260,000,000 جنيه، تغطي 3.2 مليون أسرة بمحافظات الجمهورية. التحالف الوطني للعمل الأهلي ترجمة فعلية لسياسات رسمت لعمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، تشمل الدخول في مشروعات مشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المواطنين الأولى بالرعاية.